مدونات الاسره. انا اعتز وانا كنتواجد في المقر ديال حزب الشراكي الموحد، يعني ان من هنا اتحاد العمل النسائي رفيقات عائشه خمليش وعائشه الخماس ولطيفه الجبابدي وغيرهن وحريه الحوات شريف الحوات الله يرحمها، وكلهم كانوا هنايا وفي الوقت ديال سنوات الجمر والرصاص مع جمعيات ديال المجتمع المدني، جمعيات ديمقراطيه نساء المغرب وغيرهم، انهم داروا جمعوا مليون توقيع باش تغير المدونه ديال 1957. والشي ما كانش ساهل ديك الساعه، ما كان حتى شي واحد كيقد يحرك الشفتات ديالو، وداروا الجريده ديال 8 مارس. هادشي علاش هذا الحزب عنده امراه على راسه وكانت ممكنه في مجتمع باتريكي متخلف اللي خصو باقي خصو يقرا وخصو يتفهم الى ما غير ذلك. اذا بفضل هذاك النضالات جانا التعديل ديال 2004، رغم انه استغل. وهنا انا كنت درت واحد الندوه على هذه المساله، حيث انه ملي ظهرت لنا كانت النسوانيه الليبراليه والتقدميه هي اللي كتطالب بالحقوق، شويه ملي طلعوا التيارات الاسلامويه التي شجعتها امريكا الامبرياليه من اجل ضرب الاتحاد السوفيتي، تقووا علينا العضلات وبداو حتى هما كيقول لك النسوانيه الاسلامويه. ما فهمناش حنا هذه النسوانيه الاسلامويه كي دايره. فجا النظام في الوسط وقال لك حزوا شويه من هنا ومن هنا بجوجكم، لا النسوانيه التقدميه ولا النسوانيه الاسلامويه، وقال لك انا هو النسوانيه الاسلاميه. تما دارت اللجنه وغادي يخرج قانون الاسره ديال 2004. كيف ما كان هذاك قانون الاسره ديال 2004 جاب تقدم، ما يمكنش حنا اللي قبطناها كنقولوا الحمد لله، واخا ماشي هي الكل اللي بغينا، يعني الاسره تحت الرعايه ديال الاب والام، واخا ما عطاوهاش هي هذاك لو ليفري دو فامي، لا بغات لا طلقت المراه كتبقى تجري ما عندهاش كاع داك الكتاب، بغات تنقل غير ولدها من المدرسه خاصها ما هي وما لونها ما كاينش. كما كان الحال اعتبرنا فيها، وهذا ايجابي جديد، انه البنت والولد يعتبرون اطفالا حتى 18 سنه باش يمكن لهم يقراوا ويتعلموا تكون عندهم كفاءات. هذاك هو النجاح للاسره، ماشي نجوجوهم بكري ما عارفين والو. ولكن مع كل اسف شفنا تحايل لا من هذوك اللي كاينوا كيتسموا تقدميين في البرلمان، مشاو كيتشاوروا مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ما نهبطوش ل 16 عام، والاسلاميين اللي كانوا كثار في سميتو مشاو تاهما مع المجلس العلمي ما نهبطوش حتى حنا 16. ولقينا شنو لقينا؟ انه زواج القصيرات اللي كان تم التقنين ديالو انتقل لنا من 7% ل 12%. لقينا التعدد هذا مول ببوش لا باع غير جوج زلايف ديال ببوش كيقول لك بغيت المره الثانيه، انا دخلت هادشي اللي كاين. اذا حنايا تكرفصنا على المرأة المغربية، والحاجة اللي نسيناها ما كوناش القضاة على هاد العقلية ديال الجديدة. القضاة راهم تماما من هاد المجتمع بطريقي، كيجي الراجل عنده شحال ديال الأمور وكذا هذا، تقول وياك تقول هادشي الأملاك عندك، دير لك منهم، لا، ما كينسوا بأن الأطفال هما اللي غادي يعني بعض المرات كيكون الطفل في المدرسة كيخلصوا عليه، خاصها تخرجوا من المدرسة وتشوف فين غديروا، الظلم والعدوان والحقد، حنا لا، خصنا المجتمع يكون. إذا اليوم أنا الأول بعد 20 سنة من 2004 تقريبا انه نوقفوا على الاختلالات اللي كاينه. المشكله في الدول البتريكيه غير كنقولوا غادي نفتحوا الملف ديال المدونه وكيطرحوا عندنا جوج الاسئله، عفاك استاذ التعدد وعفاك استاذ الارث. اسيادنا حنا راه كنتكلموا على النهضه بالقضيه النسائيه كقضيه مجتمعيه من اجل بناء الديمقراطيه في البلاد. راه المراه اليوم 27% ديال العائلات القفه الواحده اللي كتدخل البيت كتجيبها المراه، الراجل ما لقاش فين يخدم لان كاينه ازمه ديال العطاله كبيره في المدن وفي القرى. راه المرأة قامت بأعمال اللي هي كبيرة سواء كانت في الجبل ولا في القرية ولا في الضواحي ولا في المدينة. علاش البنات كيجيو من الأول في القسم وما كاينينش في المؤسسات، ما كاينينش مراكز القرار؟ إذا أنا الأول نتكلموا كشعب متحضر، حنا راه جينا في واحد الكروازمون مشينا للأندلس وجينا من الهيه وكذا، راه حنا خصنا نكونوا حنا اللي كنوروا هذه الأمة ديالنا، ماشي نكونوا حنا متخلفين. أول حاجة كنهضروا كيفاش هذيك المرأة نضغط عليها، حيت هي عندها الدكتوراه وقرات وأنا ما قاريش، أنا هو مول النفقة. حتى هذا الشيء ديال الإرث راه فسروه بعض العلماء كيقولوا راه مشروط بالنفقة، إلا غادي نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء في القرآن، والنساء التقدميات عمرهم ما كانوا ضد القرآن ولا الشريعة، كيقولوا حنا بغينا المقاصد، حنا بغينا الإنصاف، هذا دينه ديال العدل، بغينا العدل، عطوه لنا. راه ملي كيعطوه الولد جوج ديال القسمات والبنت قسمه مشروط بالنفقه ديال الاخ على اخته، اليوم ما كاين شي اخ كينفق على الاخت ديالو. اذا هذا الشيء كله حنا بغينا العلماء ديالنا المتنورين، بغينا الاساتذه، بغينا المجتمع يناقش بهدوء ويكون الهدف ديالو نخرجوا كلنا من العبوديه.
راه ماشي دابا الرجل ضد المراه، راه دابا هذه معركه ديالنا جميعا، معركه ديال الاسره المغربيه. وانتم كتعرفوا اخر تقرير اللي كيتكلم على شنو هي القيم اللي كيبغاوها المغاربه وباقي متشبتين بها، الاسره. وهذا عندنا الزهر، لان دوك ال جي بي تي ولا شنو هما اللي جايين تبع، راه خصنا يوريونا اش غادي نديروا. هذا الاسره والدين، والدين بالمناسبه ما يسمى بالمبادئ والقيم الكونيه راه جاي من الدين. يعني وحنا كنامنوا بحريه المعتقد، لان ما يمكنش تعبد الله بالنفاق وبالكذوب، هذه اللي كاينه. اذا حنا اليوم هذا مناسبه، حنا كحزب عندنا قطاع نسائي على راسه رفيقه سميره بوحيه ورفيقات كثار، استاذات ومهندسات وربات بيوت كاينين وموجدين الورقه. هذه الورقه حتى حنا غادي نترافعوا عليها، حتى حنا غادي نهضروا عليها، باش يمكن لنا نخطو خطوه باتجاه انه يكون عندنا قانون اسره ديمقراطي، وتكون عندنا اننا نصفوا المراه المغربيه، واننا نديروا المناصفه 50-50 كطريق للمساواه. ما كاينش المساواه في السماء، ما كايناش، خاصنا نديروا لها الطريق. وثانيا حتى الدول المتقدمه هي دارت ادوات باش يمكن، راه ملي شفنا النساء على الاقل، انا دابا النساء في البرلمان نقدر نقولها لكم كيتفاجئوا من البرلمان هكاك داير، الرجال ما تيتفاجئوش، هما كيتفاجئوا. وخا في احزاب هذا كيقول لك استاذه حنا راه عجبنا ذاك المداخله اللي درتي وراه قلنا لهم ديروا بحال هكا، قال لك لا حنا ما نديروش. اذا يمكن النساء غادي يكون فيهم الخير.